ابو اللي جابك، ابو اللي جابك. انت كل يوم تتخانقوا عشان لعبه؟ لا مش عشان لعبه. امال عشان ايه؟ بنتفقوا مين ياخد قطك. قطي؟ قطي ليه؟ تقدروها لطلاب؟ مالها قطي؟ بنقسم الورث. انا قلت له اخد الاوضه وهو اخد البهايم، وانا اخد محصول البرتقال. ورث؟ انت قلت الورث؟ ورث ايه يعني؟ ورثك. مش انت قلت فكروا في مستقبلكم؟ تقوموا تدوسوا على ابوكوا اول واحد يا اولاد الكال. يا اولاد الكال عايزين يورثوني بالحياه. استغفر الله العظيم. وش معنى اوضتي دونا عن املاكي كلها؟ ليه اوضتي؟ عشان فيها حمام خصوصي. ايوه صح، احنا لقينا في الحمام ده شامبو. شامبو؟ معادي لازم تلقوا شامبو، يعني ايه المشكله؟ بتعمل بيه ايه؟